طمني يا منصف، انا قلقان قوي يا منصف. اهدى يا عمي، عمال تلففني وراك اللوكان ده ليه؟ التوتر ده، كل حاجه ماشيه تمام يا منصف، طمني ارجوك. ما تقلقش، حجزت له احلى اوضه. قلت له الاوضه رقم كام؟ الاوضه رقم 55. هو يبقى الرقم عادي زي 22 و33، بس لا، هو رقم ليه معنى. ايه معناه بقى يا منصف؟ 55 يعني 5 و5، 52 عشان الحسد، 55. ايوه ايوه ايوه، عندنا أيوة. علاء بيه ونجيب له خرزه زرقاء نحطها له على باب الاوضه. عملنا كده. ايه القرف والشغل البيئه اللي انت بتقوله ده؟ وهنرش ملح عليه يا راجل. ملح ايه؟ هو ملبوس. طب بص اليافطه الحلوه. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه القرف ده؟ علاء بيه الزبون. الزبون ايه يا ابني؟ هو جاي يحلق. ما تتريقش، ما تتريقش، ده عمي دي كاتبها بدمه. وبعدين ايه القماشه البيضه دي بتاعت ال مش هينفع تقول. مش هي بس. ايه رايك بس؟ شكلها جديده. انا مش عايز القرف ده هنا. ما يا عمي والله. لم عبيدك علينا يا رب. اهو عمي جه اهو. لم عبيدك علينا يا رب. الريحه المعفنه دي يا رمضان، بس يا رمضان. ريحه معفنه ده برفيوم. ايه برفيوم؟ ايه رمضان؟ برفيوم لافندر. لا لافندر ايه يا لافندر؟ من الورد. انت من ايام طب الله خلاص. ده حلو قوي. رشلي يا عم. بلاش مش بايد الله. عشان خاطر انا قلت لك اي غلطه هتعملوها هاخد فلوسي. ايه طقطق؟ هاخد فلوسي الطقطقين. طقطق ايه؟ مش عايز القرف ده هنا رمضان. الله يسلمك يا عم. اعرف مين ده؟ احنا بنرحب بالراجل. بص جايب له ورد. عامل ازاي؟ ايه ده؟ ايه ده بعد ما ربت الورد؟ لا ده ورد اهو. بص اهو ورد. ايه دي؟ حزمة بقدونس معفنة يا رمضان. دقق النظر، دقق النظر. ده ميت يا رمضان. ميت ايه يا عمو؟ هيكشف عليه. ولما ميت مش تيجي تعزي؟ خلاص يا عم. رمضان انا قلت لكم لو حصل اي حاجه هاخد فلوسي طقطقين. بالنسبه لفلوسك بقى اللي انت عايز تاخدها يا فين، انا مش شايف شنط ولا شايف حاجه. شنط ايه يا رمضان؟ ده كلهم 30000 جنيه رز. 30000 جنيه؟ ايه الاوفر ده؟ 30000 جنيه؟ 30000 جنيه خمسات. عايزه شنط ليه يا حبيبي؟ رايح تنقط في كباري؟ خمسات ليه؟ هتعمل بيهم ايه خمسات؟ لا بعرف انا اصلا اتصرف يعني. ما يبقى معايا ورقه بخمسه غير ما بيبقى معايا ورقه يعني. انت عايز فكه؟ لا ما فيش الكلام ده رمضان، الكلام ده كان زمان خلاص. طب امال هجيبهم ايه؟ هو رزمه قد كده. اديهم له بقى، يلا فرجنا بقى على حلاوه الفلوس. بس بقول لك ايه، لا انا اللي زليتك ب 3000 جنيه، هنا دول 30000 جنيه. افتح ايدك الاثنين بقى. يا سلام، ده لو عند اربع ايدين قوي قوي. امسك. الدنيا ما بقاش فيها بركه. انت اللي مش عايش في الدنيا يا عم. الدنيا عاديه والله. دول 30000 جنيه. ايوه انت نسيت شكل الفلوس يا رمضان. فين؟ عارف الملك فؤاد؟ ماله؟ لا لا ما كملش. هو بيشوق بس، بخيل في الكلام وفي كل حاجه. ماشي. المهم يا رمضان، ايه؟ مش تفضحوني قدام الراجل. مش نفضحك. لا يعني اروح اجيب الراجل من المطار؟ ايه ده؟ هو شغال في المطار؟ شغال في المطار ايه يا رمضان؟ هروح اجيب الراجل جاي بطيارته. جايب طيارته؟ طبعا يا رمضان، ده راجل عمال كبير. طيارته ولا اوبر؟ لا لا، معاه طياره ورق بيجي. عارفها دي؟ بيجي عليها يا حاج. يعني هو شاري طياره. يا رمضان ده راجل بجنيحه وبتاع. بكوبري جنيحه ودبابيس وكل حاجه. ماشي. المهم يا رمضان مش تفضحوني قدام الراجل. لا مش نفضحك. لا يا منصف، هو الطياره وصلت؟ هو جاي منين؟ لا جاي من فيصل. ايه ده؟ هو عمل مطار في فيصل؟ جاي من فيصل؟ طبعا. امال ايه؟ من فيصل؟ عامل مطار. ده هيعمل ترانزيت في الهرم ولا هيجي على طول؟ لا في ساقية مكي. ساقية مكي يعمل ترانزيت؟ يعمل ترانزيت في ساقية مكي ويخش يحمل على مصدق ويجي علينا على طول. ويجي على هنا يا رب. اهلا اهلا، علاء بيه الوردي وهالة هانم، اتفضلوا. ثانك يو. يا اكرم، اللوكان ده ما اتغيرتش من ايام والدك الله يرحمه، مش كده يا هاله؟ نو اي ثينك انها اتغيرت شويه عن السنه اللي فاتت. يعني هي اتغيرت شويه، بس حاسس انك جددت نص يا اكرم ونسيت نص ما جددتوش ولا ايه؟ ما اتغيرتش ايه بس يا علاء بيه؟ انا طورت كل حاجه هنا في اللوكان ده. لا يا اكرم ما تهزرش، انت واضح ان انت طورت الجزء ده، بس الجزء ده واضح ان انت لسه ما طورتوش، عايز تعمل فيه حاجه لا جديده. لا لا لا، الجزء ده كده يعني حاجه مودرن يعني. والجزء ده حاجه كده تاريخيه يعني، الاصاله والعراقه وعبق التاريخ وريحه الزمن الجميل. انت تلاقيك شاممها وانت واقف. باينه قوي الريحه يا اكرم. طب طمني بقى وقول لي، احنا هنقعد في انهي جزء بقى؟ في الجزء الجديد ده ولا في الجزء بتاع العراقه والاصاله والجمال؟ لا 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 لا، قعدك هنا برضه. لا طبعا تقعد في الاصاله والعراقه والزمن الجميل. اوه نو واي، انا هقعد هنا. اوف اوه باي، بص التراب. لا حبيبتي اكيد مش هتقعدي هنا. اوه نو واي، هتقعدي في الاوضه. اهلا 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 اهلا، علاء بالفلاوري وهالة هانم، نورتونا وشرفتوا اللوكاندا. اهلا اهلا يا اميره هانم، ايه القمر ده كله؟ ميرسي. ايه الشياكه دي كلها مدام اميره؟ عجبتك مدام هالة؟ يس شور شور،
انا بتابع صورك على انستغرام فاشن ايكون يا روحي. ماي فير اند لافلي. ادي انا ايه في فانزاتك ولا الفولور. الله اكبر. افندم معلش هبطل وادور تاني. حاضر. او او نو 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 واي ام ا بيج فان. وانا بيك تيستي. كومبو ولا لارج تحبي؟ البطاطس عندي سخنه نار. ها ولا ايه اكرم؟ مولعه يا روحي. ها الاوضه بتاعتهم جهزت؟ طبعا يا روحي. يا رمضان. مدام هاله. يس. استاذنك اول ما تطلعي الاوضه فوق هتلاقيني جايبه لك سوفوني صغيره. حطها لك على الشوفوني على ايدك اليمين جنب الكوبوني. طب ولزومه ايه التعب ده بس يا مدام اميره؟ يعني كفايه حجز واللوكاندا والالوان الجميله دي كلها. لا اي تعب علاء بيه، ده شويه فساتين كده. يا رب بس تعجب مدام هاله. بس مدام هاله لو لقيتيهم ضيقين من عند الجناب عندك، عشان انت عندك نفس مشكله جنابي بالملي. اوه حبيبتي قلت لك ما تجرحيش حد كده، هي جسمها مش ملفوف زي جسمك يا بابا. لازم افرشها. لا يا قلبي حرام عليكي تجرحيها البنت. استنى انت بس، انت فاهم حاجه؟ ماشي خدي راحتك. ايه انا تخنت ولا ايه؟ نو واي طبعا مفيش. لا 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 انا لازم اغير دكتور الدايت بتاعي. كورس على طول هنغيره. يس. ايه ده مدام هاله، هو انت متابعه مع دكتور دايت عشان جنابك؟ يس. اصل انا متابعه مع مقاول. او ده بيعمل ايه مدام اميره؟ عمل الحلوق والمحاره وبكره هيقسم الجراج. او طب وريني كده. احذر منطقه عمل. اوكي احنا طيب مش هنطلع الروم ولا ايه؟ وايه لازمتها الروم؟ اطلعي الاوضه على طول. لسه هتعدي تاكلي الروم بقى وبعد كده تروحي الاوضه ولا ايه؟ حبيبتي حبيبتي الروم دي يعني الاوضه بالانجلش، بس انت عشان فرنسي فمش فاهم. ايه ده بجد؟ اصل افتكرتها الرومي والفلامنك والشيدر. لا ده جوع ده. اوكي صح والله صح صح. ايه طب فين ال يا رمضان؟ اه يا رمضان. الحمد لله على السلامة يا جاي من الصفا. قمرين قمرين دول ولعنين قلب النيل. اهلا اهلا مرحب مرحب شرفتونا ونورتونا. هندري بندري بندندل. الله حلو قوي. مين ده يا اكرم؟ ده رمضان مسؤول النظافة هنا في اللوكاندا. ده مسؤول النظافة؟ اكرم بيه صاحب اللوكاندا. لا ما يغركش شكله، ده هو زي الفل يعني. شكله زي الفل. انت بدأت تقلقني من اول. هو حاجة من ريحة الزمن. يعني بص هلا هاني فرحانة بيه ازاي؟ هاي رمضان كل حاجة تمام؟ طبعا اكرم بيه صاحب اللوكاندا. اكرم بيه صاحب اللوكاندا. ابيك يا اكرم بيه صاحب اللوكاندا. يلا قبل ما يقعد اجرحوك. يلا يلا يلا. اموت في التفاهة. اكرم بيه كله تمام يا باشا. يعني كله كله تمام يا باشا. اللوكاندا بتاعت سعادتك ترمي فيها. ايه ارمي فيها ايه؟ مش هكمل.